صور هناك دير عجوله جد. والكلام ده في السعوديه موجود، في السعوديه موجود. خلي طوف يمشي على الكلام ده هناك، بيجدعوا راسه طوالي ما بيلعبوا. ذاك لعب كثير ما عندهم، لعب كثير ما في. ودي الشريعه يا الله رحيم بالخلق. قال الزول الساحر والزول البدعو على الشرك والبدعو على الكفر راسه طوالي. ده الله، الله رحيم يا دي ما نحن، لانه ده بيفسد في الارض، ده بيفسد في الارض. عشان كده ربنا قال انكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم انتم لها واردون. معناه ذول المشرك والذول المشرك والذول الشيخ الكبير الراس الطاغوت والصغير كلهم في نار جهنم. ها بكركوا هناك. في آية ثانية ربنا قال وبردوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا. كلام ده وين يا جماعة؟ كلام ده في النار. ها قالوا شنو؟ قالوا إنا كنا لكم تبعا. قالوا شنو؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. دي مشكلة في النار، ودي دي متى جاهد غدا. اوعك تمشي على الكلام ده. لو مت على الشرك وبتعبد الشيخ ربنا بجيبك انت وبجيب الشيخ بيجيبكم في النار. وبتكوركوا هناك في ناس بيصرخوا عديل صراخ عديل صراخ صراخ. كلام ده وين؟ جوا النار، جوا النار. انت حتى لو صرخت هنا في قافلنك في الحراسه ناس بيلحقوك جاي ضمانه بيمرقوك. لكن هناك ما في لو صرخت ولا كوركت كل واحد، لانه قالوا شنو؟ ما لنا من محيص. قالوا ان كوركنا ولا صرخنا فرقت فكاكه ما في. الكلام ده في النار هناك جوا. عشان كده نحن حتى بنحذرك انت وبنحذر اول حاجه نفسنا ما نقع في الشرك، لانه الشرك ده ممكن تخش عليك بدون ما تعلم. لانه الانبياء يا جماعه دي سادة الخلق، ربنا حذرهم من الشرك يا جماعه دي الانبياء. عشان كده الموضوع ده ما سهل. كون الدعاة يتكلموا طوالي دمنا حول التوحيد، لانه ربنا الانبياء عليهم الصلاة والسلام ربنا ما خلاهم. ربنا قال للرسول عليه الصلاة والسلام ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. دم يا جماعة ده الرسول عليه الصلاة والسلام. ومنه ما في نبي ما بيشرك، حاشاه من الشرك عليه الصلاة والسلام. مع ذلك الخطاب موجه له هو وللأمة. ربنا حذره، بل ربنا جاب 18 نبي قال ولو أشركوا أي هؤلاء الأنبياء لحبط عنهم ما كانوا يعملون. مع أنهم الأنبياء ومحصومين من الخطأ ومع أعمالنا الصالح أعمالنا الصالحات. ربنا قال بعد ده لو أشركوا العمل بتاعهم بيحبط. ده منو؟ ده الأنبياء، ده سادة الخلق. عشان ما تقول لي حتى هنا الموحد كلنا نزرع الكلام ده لينا. ده الأنبياء ربنا قال لو أشركوا بعد الكلام ده عبروا الحابط وهم في وين؟ في النار. ده الأنبياء، مع أنه الأنبياء معصومين يا جماعة. ما في نبي بيعصي الله لا معصية كبيرة لا صغيرة. ربنا عاصم الأنبياء جميعا كما بين أهل العلم. الأنبياء معصومين. نحن ما بنقول زي السيد قطب هؤلاء، هذا الهالك الذي بيطعن في نبي الله سليمان ونبي الله داود ونبي الله موسى عليهم الصلاة والسلام. هذا سيد قطب الذي يمدحوه الإخوان المسلمين حتى انصار السنة أبديكن ذاته. ده بيمدح ده بيشتم الأنبياء في كتابه الظلال. بيقول موسى عليه السلام إمام للجنون الإمام العصبي، قال عنده مدافع العصبي. ده لا منو؟ ده يعد نبي، ده لا نبي عليه الصلاة والسلام. كلام ده في كتابه الظلال. محمد الأمين إسماعيل نائب الرئيس في البلد دي، نائب الرئيس نائبهم غادي ما نحن نائبهم زي ما قالهن نائب الرئيس بدا أنصار السنة. قال هذا الكتاب قد جنى عليه كثير من الناس. قال له قد جنى عليه كثير من الناس. وده دكتور وده دلوكة يا أخي، ده بيشتم الأنبياء. كيف تقول له قد جنى؟ يا دكتور ما قريت الكتاب ده؟
صارت لنا كون كتار من غادات بمنعوا هذا الكتاب والسرورية وغيره. شوف الدين ما فيه ما دعي لك دي لا بالراحة ما تجيبه ما بجيبه أجيبك أنت ذات أجيب أبوي ذات والله يا أبوي لو خيطة هنا أنا برضو في المردم ده فوق أبوي ذات. شوف ده دين ما فيه لعب ما تقول لي ده ذولنا ودين ما ناسنا ذات دين ما ناسنا ودين أصلا ما سلفيين. نحن نقول لك كده صارت لنا دين أصلا ما سلفيين عشان ما تخمك الدقن والقلالة ما تلف ما لأنه الشيخ ربيع قال انصار السنة تديرها السرورية الليلة الصوفية ها اللي بمدحهم منه في البلد دي المدحهم منه مدحهم جماعة انصار السنة المحمدية انصار السنة مدحوا الصوفية دي ومشوا معاهم الكباش واحدين مشهور وين واحدين مشهور رفعوا فاتحة وين ما عرف في الجيل ده بي جاي واو كلام كثير ده شنو ده انصار السنة ديل انصار السنة قالوا نحن سلفيين ديل والله ما سلفيين والله السلفية دي ما صايد كاب تخدتها في راسك وتنزله ما صايد دي ما انت ما سلف انت ما سلفي نهاية لانه لو سلفي ما بتمدح الصوفية صوفية بقولوا غير الله بيخلق ان دور المشهور صار السنة رئيسا صار السنة ومعاه الغام بتاع الحرم ده بيقول جدك كباشي ان قال للشيء كن فيكون تمشي لديه انصار السنة عشان تاكل رز مفلفل رز مفلفل بتاع شنو ها ما تجري يا اخوانك السلفين دين والله يديك رز يفرشوا لك من هنا لحد حلت كوخ رز بتاع شنو تجاي من الحرم ده الرز ده يجيناك بلد التوحيد ها الكلام ده لا لانه اصلا ندعر فيه لكن ده مرارا لانه الناس دين ما تابوا عملوا باطل وما تابوا جميعا ها وصلاح واحد وصلاح مطر قال انصار السنة ونحن لا بنرضى فيهم لا بيرضوا فينا برضو كلام مسجل فتحوا مسجد هناك وين في الصعيد هنا اسمه مسجد التوحيد ده مسجد التوحيد مسجد بتاع التوحيد اسمه مسجد التوحيد تقول انصار السنة ما بنرضى فيهم نحن انصار السنة كانصار السنة ما بنرضى في الصوفية ولا الاخوان المسلمين والصوفية وانصار السنة والاخوان المسلمين ما بيرضوا من صار السنة. شوف الشربكة دي كيف بس دخل بي حمد ومرق بي اخويا يعني ما بنرضاهم ما بيرضوا ما بنرضاهم بس يا ودين كده شنو ما بنرضى لا نحن ما بنرضى نحن ما بنرضى نهائي ما بنرضى نهائي يا صار السنة ما بنخليكم والله يقول لكم ما خليكم والله يقول لكم اللي لعبتوا بالديننا ما طال فينا ها خشمنا دم يطلع بي الا موت والله لو خدتوا السيوف على رقابنا ما بنخلي الحق ده نهائي نهائي يوم ان نخلي الحق نقول لك كلام تاني حقيقة عارف معناه نحن اكلنا رز مفلفل عارف عارف وانت داد نحن داد واكلنا رز مفلفل بيجوا كمان ناس يردمونا برضو لانه دي الشريعة شريعة دي الدين ما حقي ولا حقك فان قال لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم او خالفهم حتى ياتي امر الله. شوف الدين ده لو ذول لعب فيه في ربنا بجيب طائفة بنصر هذا الدين. فمن هذه الآيات التي تلوناها تفهم إنه المشرك الذول بنادي غير الله مصير جهنم مصير جهنم بنص الآيات والذول المؤمن الموحد مصير الجنة مصير الجنة كما قال تعالى مصير الجنة ذول بيموت عليه رضوان قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار وفي الحديث عند مسلم قال من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. والمشرك كيف انه وعشان اختم لك المشرك دول هو البنادي غير الله المشرك مش معناه ما بصلي في الصلاة لانه في ناس ما غشوشين ما عارفين حاجة وليك المشرك ده ما بصلي وما بصوم وما بيعرف الله لا المشرك يمكن يعرف الله ذات وبصوم ويمكن يصف الصف الاول ويقول لك ضايق عقدي ويضايقك وما عارف والجامع ده سخن مالك وما سخن ما سخن يا اخي تطلع برا يا اخي يضايقك في الجامع كيف؟ ينادي غير الله يقول يا ود حسونة من المدفونة عاين فوق نادي بزوق عاين تحت نادي مسك عاين صعيد ده المشرك ذاته ده المشرك ذاته لو ده تفهم المشرك اوعك تلب بعيد شفت لو جارك بالحيطة بينادي غير الله لو بيصفي في الصف الاول اعرف ده مشرك بعد ذلك كونه تقوم عليه الحجة ده موضوع براو لكن يا ذول بيعوا غير الله ده مشرك والله مشرك له اثنين كبار ما تقول ليه في محمد وساكن حلة كوكو وساكن حوار ذات من الله بيض شوف ها عبد الله بن سلول ده ساكن وين ساكن أمتى
ساكن هناك في المدينه هذول كان في المدينه ما تقول لي انا ساكن وانا شريف ما شريف ما بتخرجك يودينا ما بتخرجك نهائي لو جدك الرسول عليه الصلاه والسلام انت مشرك دي ما بتخرجك لانه ابو طالب ده عم الرسول عليه الصلاه والسلام وشريف ولا ما شريفي شريفي والله يطقطق عليك والله ما فيه لا ما فيه فرق كله كله ها ابو لهب شريف وربنا نزل فيه ايه كامله صوره كامله تبت يد ابي لهب وتب ده مشرك مشرك نام اضنيه وكبار ذاته ده مشرك ها وده شريفي لانه في ناس حتى في 2017 يقول لك ده الشريف حسبه شريف حسبه قم فوق يا عاطف ما عندك اي حاجه ها تلقى هنا يقول لك ما عارف اسمه محمد علي الحسن الرسول صلى الله بالله يا زول يا زول لا هو ده ابو طالب ده عمه عم الرسول عليه الصلاه والسلام الرسول قال عمي ده ها يخطوا له شنو جمرات في راحاته يفور منها نافوخ ده اخف مشرك اخف اهل النار عذابا من المشركين ده اخف اهل النار عذابا يعني اخف مشرك ها ده عم الرسول صلى الله عليه وسلم نافوخ شنو يفور له غلايه دمنه تجي انت تقول لي انا ها انا ما اعرف شنو وجدي الختم والله حتعرف حاجه والله حتعرف حاجه نصيحتنا لك والله حتى كم دي الهواء ضاربك وبارد اخير تتوب اخير يا صوف التوب والله الهواء ده حتى ما بارد هو ده بارد وما عارف في مكيفات تلقى ما شاء الله في ناس عندهم مكيفات اوف والله حتى في مساجد تلقى المسجد فيه 17 مكيف اوف ما في حاجه بدل الناس بيصلوا كيف الحال صلوات الله كويسين كيف الحال تجون عشاء بس ويرجعوا ما فيها دعوه لو انت هي تكلمت في توحيد المسجد ده كله يقوم عليك يعني لا تقول لهم تفضلوا عشاء ولا كيف المسجد ده كله يقوم عليك كل المسجد ده يقوم عليك الكويس خلاص ده الكويس الا ما رحم ربي يقول لك شوي ده الكويس ده دائرة الدين فأقدم من بعدي أخونا منصور إن شاء الله.